الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من القوم الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل.
رب الدعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وإخواننا وأزواجنا وأحبابنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، وأنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ارحم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا في هذه الليلة المباركة. اللهم ارحمنا وارزقنا في هذه الليلة الشريفة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير، أنت الملك القدوس، أنت الغفور الرحيم. اغفر لنا ذنوبنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا إلى النار مصيرنا. واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أنت ربنا، اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رب ارحمهما كما ربونا
صغارا رب ارحمهما كما ربونا صغارا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ونعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من الذلة والمسكنة ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ونعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وحلالا وعملا متقبلا صالحا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم عليك اليهود والنصارى اللهم احفظ بلاد الباكستان اللهم احفظ بلاد الباكستان اللهم احفظ بلاد الباكستان اللهم أنقذ مسجد الأقصى من اليهود والنصارى والغاصبين اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصرهم على عدوهم وآتهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أجرنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وارزقنا إنك أنت خير الرازقين وارحمنا إنك أنت أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.